سلام بنات، اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو انني بغيت نشارك معكم ميني تشيز كيك اللي كيجي هائل وبواحد الكريمه اكثر من رائعه. من قبل ما نبداو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. غندوز المكونات على بركه الله. عندنا 160 غرام بسكوي، اي بسكوي موجود عندكم، حبه موند، جبنه كريميه كذلك اي جبنه موجوده، كاس حليب، بودره الكريمه، ممكن تعودوا هذه البودره بكريمه السائله وتحذفوا الحليب. هنا ملعقه كبيره ديال مركز الحامض، هذا موجود عندي في البيت، غنخليكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. وممكن تعودوا بجوج معالق كبار ديال الحامض معصر، ثم جوج معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتهم. غندوزوا الطريقه على بركه الله. اول حاجه كنجيب هذا البسكوي ديالي وكنجيب كذلك واحد البلاستيكه، ثم كنوضع هذا البسكوي كامل وسط منها، ثم كنبدا ندق في هذا البسكوي ديالي جيدا. من بعد ما طحنت البسكوي ديالي بهذه الطريقه كما كتشوفوا، في هذه الاثناء كنضيف ليه دوك جوج معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبت، ثم كنخلط الكل. باش ديك الزبده تدخل ليا مع البسكوي مزيان ويتشربها. من بعد ما خلطت البسكوي مع الزبده كنجيب المول اللي غنحضر فيه هاد الميني تشيز كيك، ثم غنبدا نملا القوالب بهاد البسكوي اللي مخلط مع الزبدة كطبقة أولى، ومع الضغط عليها بهذا الشكل كنملأ قالب آخر، وأنا في نفس الوقت كنضغط عليه. كنبقى مستمرة حتى كنملأ القوالب كاملة. من بعد ما ملأت القوالب كاملة بداك البسكوي اللي مخلط مع الزبدة، في هاد الأثناء كنبدا كنجيب واحد الكأس وكنبدا نضغط عليهم باش يشدو لافورم في القالب بهاد الشكل، كنبريسيهم مزيان. من بعد ما كملتهم بالضغط عليهم بالكاس وعطوني هذا الشكل، في هذه الاثناء غندخلهم الثلاجه واحد مده 20 دقيقه. من بعد ما درت المول في الثلاجه، في هذه الاثناء غندوز نحضر الكريمه باش غنعمرو. اول حاجه كننقي هذه حبه موند وكنحاول نصيب بها واحد بيغي بديك معلقه كبيره ديال مركز الحامض. من بعد ما نقيت حبه الموند وقطعتها مربعات، في هذه الاثناء كنجيب الكاس باش غنطحنها، ثم كنملؤو. ثم كنضيف لها ديك ملعقه كبيره ديال مركز الحامض، ثم كنطحن الكل. من بعد ما حضرت المانكا وولات ليا بهذا القوام بيغي، غنخليها جانبا، ثم غندوز نحضر الكريمه. بالنسبه للكريمه غندير ديك البودره اللي عندي، ثم كنضيف لها كاس حليب، ثم كنضرب الكل. من بعد ما ضربت الكريمه ديالي وولات بهذا القوام كما كتشوفوا عاقده،
في هذه الاثناء كنضيف ليها ديك الجبنه كريميه، ثم كنضرب الكل. من بعد ما ضربت الكريمه والجبنه جيدا كندوز لذاك الموند اللي طحنت مسبقا، ثم كناخذ منه واحد الكميه. هاد الكميه غنخليها للتزيين، ثم كنضيف ما تبقى من الموند لهاد الخليط ديال الكريمه. ثم كنخلط الكل جيدا بهذه الطريقه. حاولوا غير بشويه باش ما تخففش لينا الكريمه بزاف. من بعد ما خلطت الكريمه مع الموند جيدا كنجيب دوك القوالب اللي كنت خليت في الثلاجه، ثم كنبدا نملئهم بالكريمه بهذا الشكل. حاولوا نملؤوا القوالب جيدا. كنبقى مستمرة حتى كنملئهم كاملين. من بعد ما ملأت القوالب كاملة بالكريمة في هذا الأثناء كندير لهم هذه الطريقة باش الكريمة ديالي تتقال. باش تجي الكريمة كلها متوازية. في هذا الأثناء كندخلهم مجمد مدة 3 سوايع. من بعد ما دخلت من تشيز كيك المجمد مدة 3 سوايع، في هذا الأثناء خرجته غنوريكم الشكل ديالو. غنجيب واحد السكين أولا، ثم غنبدا نزول في هاد القوالب كما كتشوفوا دغيا كيتزولوا لينا. من بعد ما زولت القوالب كما شفتوا في هذا الاثناء غنوريكم الشكل ديالهم. نحاول نحيد حيده كما كتشوفوا، غنزول ليها القالب كما كتشوفوا راه كتجي اكثر من رائعه. في هذا الاثناء غنبدا في التزيين ديالهم. كنزينهم ديك الكميه اللي خليت ديال المانغو ديال البيغي ديالو من فوق بهذا الشكل. راه كيجي المنظر ديالهم هائل، وحتى المذاق راه كيجي روعه، غير جربوهم البنات. ثم كنزينهم بحبه من الكرز بهذا الشكل. نعاود معكم وحده اخرى. نزولها كذلك القالب. كما كتشوفوا، ثم كنزينها بالمانجو من فوق. ثم حبة الكرز. كنبقى مستمرة حتى كنكملهم كاملين. هذا هو الشكل النهائي ديال ميني تشيز كيك من بعد ما كملته في التزيين. وفي هذا الأثناء غنوريكم الشكل ديالو من الداخل كما كتشوفوا. كيجي أكثر من رائع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم.
وتردوا عليا في التعليقات ديالكم، وشكرا، مع السلامة، إلى فيديو آخر.